عظيم عصابي بشع قام بأبشع الأمور في مدينة نصر وغلب البوليس لحد ما تمكنت المباحث من التعرف على أفراده والقبض عليهم فردة فردة. وهنا كانت المفاجأة، تخيلوا إن التنظيم العصابي ده بيضم أطفال. شوفوا البشاعة. Can you imagine؟ ثانية واحدة. قد إيه يعني الموضوع بشع جدا، جريمة بشعة. وأنا دوري النهاردة إني أواجههم وأزنقهم وأقررهم وأعرف منهم الحقيقة. اسمك إيه يا سوني؟ اسمي سوني. في سنة كام؟ ما أعرفش، بس أنا طلعت من المدرسة. أنت ليه عملت كده يا سوني؟ أصدقائي السوء منهم لله بقى، اتلموا عليا وعلموني سكة المخدرات. كنت فاضي مش عارف أعمل إيه. أنت ندمان على اللي أنت عملته يا سوني؟ بصلي هنا، بصلي هنا، ما تعيطش. ندمان ولا لأ؟ قول ندمان. مين اللي الليلة كانت السبب؟ أنت أخته؟ آه. بصي هنا، اسمك إيه؟ اسمي مي، بس مسميني قطة. وليه مسمينك قطة؟ مسميني قطة عشان بحلع على الزبون بخفة من غير ما ياخد باله، زي القطط يعني. انت ليه عملتي كده يا مي؟ كان عندي وقت فراغ وامي كانت منعاني اربي قطه، فاتجهت لاصحاب السوق. ندمانه على اللي انت عملتيه؟ ندمانه انك مشيتي في الطريق اللي يروح يبات ويرجع تاني يوم؟ انت عارفه انت ايه؟ انت مجرمه. انت عارفه انك مجرمه؟ أبشع ما في الموضوع إن اللي بيدير التنظيم العصابي ده هو أب ثانية واحدة يا حبيبي، معلش. هاتي أب اتنزعت من قلبه كل معاني الأبوة، بيستخبى خلف منصبه المحترم ويمارس الجريمة هو وأطفاله. وسع يا وسع 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 وسع. أنت عملت ليه كده يا مجرم؟ أنا مظلوم، مظلوم. أنت وحش، أنت عارف إنك وحش. أنت واخد حقير ندل وعميل. ندمان؟ ندمان. ندمانة يا مي؟ ندمانة. ندمان يا سولي؟ ندمان. ندمان منها لله مراتي، هي اللي ما سابتناش نجيب قطة، هي اللي ما سابتناش نجيب قطة. الموقف صعب، أطفال في عمر الزهور يرتكبوا هذه الجرائم البشعة البشعة، يعني لازم كلنا نعرف ان المشي في الطريق البطال يعني. لا امسك كده ثانية واحدة معلش. مي سلي مي. ندمانة يا مي. ندمان يا سلي. ندمان. ندمان يا مجرم. ندمان منها لليوم، منها لله مراتي، هي اللي ما سابتناش نجيب قطة، هي اللي ما سابتناش نجيب قطة.